اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما ويهديهم إليه صراطا
مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك
تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وصدق رسول النبي الكريم. صلوات پڑھتے ہیں محمد.